التجربة كانت يعني جميلة جدا، لأنه هو فنان تشكيلي كذلك، وأنا عرفته مني كانت عنده 18 عام، يعني عشنا واحد المراحل في باريس وهنا والحياة ديالو والمأساة ديالو والفرحة ديالو. والطيب أنا اللي نقدر اللي لاحظ هو نشكره جزيل الشكر لأنه مقاوم في الفن بحالنا حنا، كل واحد في الميدان ديالو، وأعطى المغرب واحد نكة واحد المسرح خصوصي بدك الطقوس ديالو باللباس ديالو بالأهجيج ديالو بالإخراج ديالو. مسرح مغربي ما يمكنلكش غير تشوف تقول هذا مسرح مغربي، لأن ملي تشوف المسرح كلاسيكي أو تشوف شيء يعني يلعبوه في لبنان أو في مصر وهذا يعني دائما غير اللغة تتغير، ولكن هو تتشوفي بدك الحلقة ديالو ها الحراز ها اون اتاندون غودو ها وزيد 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 وزيد، يعني ذاك الحلقة والضفاء، لأنه المغاربة تسنسوا على الحلقة ما كانش مسنسين. دوك مشى معاهم في ذاك الطيار بحال انا في الفن التشكيلي، تناخذ لهم الاجي ديالهم كندخلها في واحد القالب عصري اللي تيفهموها ويحبوها تيقولوا هذا المغرب، ماشي تنجيب شي حاجه من الخارج. وهذا هو المميزات ديال الاستاذ طيب صديقي. وللاسف عفيفي كان في الكلاسيكي، طيب صديقي كان في الفرجه وش يقول لك، طيب العلاج كان في الاقتباسات وفي الكتب وش يقول له الشعر، يعني وهادو رموز فين تلقي بحال هاد الناس دابا. يعني يمكن كاينين شبان مواهب، ولكن عصر اخر. ولهذا شفت المأساة ديالو في المسرح، مني داو ليه المسرح، مني عمل الكافي تياتر، مني جاب الناس الغيوان اول ما شفتهم هو انا كنت حاضر معاه، مني يلاه جاو هزوا البندير في كافي تياتر وقال لهم يلاه غنيو شي حاجه، لان كانوا تيغنيو شي حاجه في المسرح، وجابوهم وسمعناهم وصفقنا عليهم وشجعناهم، وغادي عمل بزاف د الحوايج. We'll be right back.